السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. أحكينا على برشا مواقف بخصوص ارتفاع الأسعار الملتهبة في كل أنحاء الجمهورية. رئيس الجمهورية خرج مؤخرا إلى منطقة عوزجة من ولاية بنزرت، حكى مع برشا معناها فلاحين في ولاية أريانا زادا كيف كيف، لقى أنه الأسعار يقول لك ما عنديش حتى علاقة بالأسعار الموجودة في الأسواق، الناس اللي قاعدة تبيع يعني في بعض المناطق متاحة وفي بعض الفلاحة متاحة أسعارها معقولة للغاية. شنو هو اللي صاير؟ ما وفي إطار زادة تحركات رئيس الجمهورية وتوصيته لعشرات المرات باش يتم التدخل في هذا الملف ونحلوا هالإشكال إن فوا بور توت، على خطر رئيس الجمهورية حسب كلامه هو يقول بأنه عنا مشكلة متاع احتكار ومضاربة وفما أطراف تختلق الأزمات. هذا كلام رئيس الجمهورية الوحيد، رغم أنه عدة خبراء ولا متابعين يقول لك راهو عنا شوية من هذايا، وراهو زادة عنا عوامل أخرى خارجية اللي هي الحرب الروسية الأوكرانية والوضع الإقليمي والدولي اللي أثر على برشا منتوجات، ورانا احنا زادة اتمسينا في المنظومات الإنتاجية متاعنا كما الفلاحة كيما الحليب كيما السكر وبرشا يعني حاجات أخرين. ولكن الرئيس ما يحكيش على عوامل خارجية، ديما يحكي على عوامل داخلية احتكار ومضاربة. في هذا الخصوص تم الإعلان على إجراءات يعني خلينا نقول رقابية أو أكثر منها، تم تشديد القيود في تونس على إنتاج وتوزيع مثلا الدواجن. تعرفوا الإسكالوب وصل ب 17500، ممكن أكثر ممكن أقل شوية، الجيش كيف كيف غالي. فيعني أربع وزارات مع بعضهم الكل اللي هما الفلاحة والصناعة والداخلية والتجارة، أربع وزارات كاملين تلموا مع بعضهم بتوصية من رئيس الجمهورية اللي قبلهم الكل، وعملوا إجراءات لتشديد القيود على إنتاج وتوزيع الدواجن. به الأربع وزارات هذوما دعاوا منتجي الدواجن والبيض إلى التصريح الفوري لدى الإدارات الجهوية بعناوين مقرات محلات تربية الدواجن والإعلام بأي عمليات خزن وتوقف عن الإنتاج لتجنب إشكال التتبع القانونية المتصلة بالتزويد والاحتكار والمضاربة. يعني أي شخص توا ينتج في الدجاج والبيض لازم يمشي للإدارة الجهوية للتجارة باش يعطيهم ليزادريس، شنو عنده مقرات يربي فيهم الدواجن، المدجنة هذيك قداش عندك من مدجنة وين وكل شيء، بيان سور باش يعطي المعطيات الكل شكون قداش فيهم وكل شيء. وزادة كان انت تخزن في بيض ولا في اي حكاية باش زادة باش تعطيهم المعلومات الكل. به الوزارات هذوما الكل أصدروا بلاغ مشترك اليوم الصباح جت فيه إجراءات وحزمة من الخطوات يتعين على مربي الدواجن ومنتجي البيض الاستجابة لها في وقت تشهد فيه تونس ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، ارتفاع متواصل يعني ومشط جدا. به مربي الدواجن لازمهم يصرحوا للإدارات الجهوية مرجع النظر متاعهم كذلك بعناوين وحدات الذبح والخزن ونقاط البيع بالجملة والتفصيل والاستظهار بما يفيد شرعية استغلالها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل حسب هالبلاغ المشترك هذا. منتجي الدواجن والبيض أيضا يلزمهم يصرحوا تصريح فوري لدى الإدارات الجهوية للتجارة ولدى المندوبية الجهوية للفلاحة بالمخزونات الحالية يعني اللي موجودة عندهم توا والحالية لمنتجات الدواجن وأصنافها وتواريخ خزنها وموافاة الإدارات بقائمة في تطور الكميات المخزنة منذ شهر جوان من سنة 2022. يعني باش يرجع قيس سعيد لشهر جوان جويليا أوت وإحنا توا في سبتمبر، هذوما الكل قداش عندك، قداش خزنت، قداش خرجت، وقتاش خزنت وقتاش خرجت وشنو عملت بيه. دونك هذا وكأنه جرد، يعني كأنه جرد في الأشهر اللي فاتت الكل شنو اللي صار فيهم. به يلزم زادة أعلام الإدارات الجهوية للتجارة والمندوبيات الجهوية للفلاحة بكل عملية خزن وبالكميات المتعلقة بها وبكل توقف عن الإنتاج في الإبان، معناه تقول انا ما عادش باش نخزن والا وفيه توقف عندي الانتاج والا اللي هو تعلن او تعلم الادارات
الفلاحه والتجاره مع على الاقل هذوما الزوز، باش يعرفوا راهو فما مشكله نتاع انتاج مش نتاع احتكار. يعني بالقرارات هذيا باش نوليو نعرفوا واش عندنا واش ما عندناش، وين موجودين، وشكون اللي عندهم وشكون ما عندهمش، وشكون مخزن، وشكون فات الكميات المحدوده، وشكون اللي يدعي هذا. حتى اللي يقول ما عنديش توا، الادارات باش تبدا عارفه هو قداش عنده من مجنه، قداش ينتج، قداش يخزن، قداش عنده مبيضه الى غير ذلك. به قرارات مهمه جدا وتاريخيه هذه القرارات، يعني هذا هو المطلوب. نحبوا نعرفوا، نحبوا التحركات، كيف نشوفوا قرارات، كيف نشوفوا اجراءات عمليه، ما نجمو كان نفرحوا على خاطر المشاكل باش تتحل. اما كان باش نقعدوا ديما نقولوا في نفس الكلام، الاحتكار والمضاربه وحاربوهم وحملوا المسؤوليات ومعناها بشده طبقوا القانون، راهو الكلام ما يبدلش الواقع. اما اجراءات عمليه راهي تنجم تبدل الواقع. به كما دعات البلاغ هذايا زيدا الى التقيد بمسك كافه الفواتير والوثائق القانونيه المتعلقة بشرعية التزود والتوزيع والنقل لمنتجات الدواجن، والالتزام بوضع لافتات على مقرات وواجهات المحلات المستغلة في النشاط تبين هوية المستغل ونوعية النشاط. البلاغ زاد يشدد على أنه باش يتم تتبع كل عملية استغلال وخزن واتجار في منتجات الدواجن تتم خلافا للصيغ المذكورة، والتصدي لكل ممارسة تجارية غير مشروعة طبقا لصلاحيات المخاولة. وهذا الكل يجي في إطار المرسوم اللي أصدره رئيس الجمهورية، مرسوم عدد 14 لسنة 2022 اللي يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، وأيضا المرسوم عدد 47 المتعلق بمسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري إلى جانب حزمة قوارين أخرى ينجموا يستعملوها لمعاقبة المخالفين، وهذا ينجم يحل راهو مشاكل كبيرة كبيرة كبيرة. كما زاد وزارة التجارة وزارة الفلاحة فيما يتعلق بالبطاطا ضبطت آخر أجل لتخزين البطاطا المعدة للاستهلاك بحلول يوم 30 أكتوبر، والبصل الجاف حشيكم لنهار 31 ديسمبر، وتبقى هالأجل هذه قابلة للتمديد في إطار خطة حكومية لتأمين انتظامية تزويد السوق. وأعلنوا الوزارات هذوما أنه بش يتم الشروع في تطبيق هالأجل هذه بداية من اليوم 10 سبتمبر، يعني قرارات فورية، ويمكن التمديد في صورة وفرة العرض بترخيص من وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وهذه قرارات مهمة جدا جدا اللي تنجم إن شاء الله يعني تغير الواقع، يعني إن شاء الله معناها نقدروا إنه نغيروا الواقع، تولي المنتوجات يعني توا الدولة باش تولي عارفة شنو عندها وشنو ما عندهاش في كل بلاصة في 24 ولاية. شنو الإنتاج اللي عندك، دواجن، بيض، بطاطا، بصل، شنو اللي تخزن، وقتاش تخزن، وقتاش لازمك تخرج إلى غير ذلك. وهذه إجراءات عملية لازم يتم الحرص على تطبيق القانون ساعة، مش خليهم كيكة، لازم الحرص على تطبيق القانون، وكل مخالف لازم تكون فما عقوبات ردعية.